جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يعتبر زوج الأم من المحارم بحيث يجوز النظر إليه، مع العلم أنني أشعر أن بعضهم من مرضى القلوب؟ نعم، زوج الأم من المحارم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في النكاح، قال وقال سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الزوجة من غيره قبيبة، قبيبة له، تكون محرما لها، ويجوز لها أن تنظر إليه وأن ينظر إليها من غير شهوة. أما إذا خيف الفتنة فإن هذا لا يجوز ولو مع المحارم. إذا خيف الفتنة فإنه يجب التوقي والحذر ولو كان ذلك من المحارم. نعم.